أنا مش كمال عدد ولا صفر على الشمال الكون ده لما اتولد كان ليا دور يتقال أنا ببساطة بعرف أرد بعرف أوقف بقوة في وقت الجد بعرف أخد وأعرف وأدي وما فيش حد أحسن من حد <applause> واه الناس يعرفوكي كمشهوره العرب يو you know, uh, يعني الناجحه بالفويس وهالاشياء هاي بس مين هي نداء يعني الناس انا لما اشوف حياتك اشوفها مواجهات وتحديات ومواجهات وصعوبات ونجاح يعني بس مش هي هيك اشوف حياتك بس صاعده على الجبل تصعد تنزل تصعد تنزل تصعد تنزل شنو حياتك ما في انسان بيوصل اول شيء من غير صعوبات الحياه كلها صعوبات يعني انا هيك بشوف واصلا هاي الصعوبات هي اللي بتعطي قيمه للاشياء انه دائما الانسان بس يحصل على الشيء بدون متاعب ما بيحس بقيمته ما بيحس بلذته أحلى شيء لما تحصل على الشغلة بعد بعد تعب بعد صح. صبر بعد دعاء بعد اجتهاد صح. هذا هو النجاح الحقيقي احكي لنا يعني شنو الاشياء اصعب الاشياء الصعبه اللي مريتي بها بحياتك اللي اثرت على شخصيتك؟ ما في بيت بيخلو من النزاعات يعني العائليه مثلا طبعا بس هاي اكيد بتاثر طبعاً. على الطفل اول شيء انا من عائله بسيطه جدا يأ. كنت اشتغل انا وعشان اصرف على دراستي واضطريت انه اشتغل من وانا صغيره عشان اساعد اساعد اهلي وبعدين طبعا مشكلتي المرضيه اللي هي مع الكلى كنتيش تعرفين انه صوتك هو جميل آه. المرحله اللي عرفتي شنو هي اللحظه اللي م. عرفتي انه لا والله انا عندي صوت جميل 15 سنة كان يعني بلشت أحس أنه صوتي حلو طبعا غنيت أول مرة آه. كان عمري 10 سنين على إيه. مسرح المدرسة وبعدين كان تصيبني حالة خجل فمن بعدين صرت أتجرأ شوي دخل... ساعدك بس تجرأي؟ لحالي ها من وحدك بلا وقفت قدام المرايه وقلت انت بتقدري تعملي كل شيء فخلاص وما في إشي وطبعا ليش الانسان دائما بس يحيط حاله بالطاقه السلبيه بتسيطر عليه بس تقنعي حالك انه ما فيكي شيء فعليا ما بيكون فيكي شيء صحيح تحكيها كانه عادي الاهل شو قالوا لما رحتي مع فرقه ابوكي مثلا هو هو شايل هم على الفويس بابا كان عارف انه يعني بتغني بس يعني ضمن الحدود المعقوله اللي هي الفرقه ضمن حدودنا اه يعني اه اللي هي فرقه يعني اردنيه بتغني اغاني وطنيه وبتغني تراثيات أكتر من هيك لا بس هم اهلي مش من النوعيه اللي اللي يعني بيخنقوا ولا هم الناس اللي اللي ما بيحبوا الفن بس هي الفكرة كلها زي ما قلت لك يمكن مش مطروحة آه كأنه كأطلع مطربة مثلا أو مرة ستي الله يرحمها بس معها بتقولهم لا تلكم تحكوا لها صوتها حلو بلا ما تكبر القصة براسها لا والله واو <applause> 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 فيعني كانت عوامل ما بدي أحكي محبطات بس كانت عوامل ال يعني بدهم اياكي تتناسي الفكرة، يعني خلص شيليها من راسك تماما لانه مش مطروحة اصلا. بس <applause> 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 كيف كانت حياتك قبل؟ قبل البرنامج؟ أو... صعوبات وكانت عثرات الحياة تتخبط بي اكثر من اني افكر بموضوع موهبة او موضوع اي شيء تاني حتى انا ما كان في بالي الدراسة كمان من كثر ما الاشياء ضاغطة، فماما كانت ايدها على ايدي كل الوقت لا لازم تدرسي ولازم تصيري ولازم كذا، فأنا صرت اشتغل وادرس طبعا، درست سيكولوجيات علم نفس وتربيه خاصه وشي هو غريب حتى دراسك شيء غريب حقيقه انت اختارتي الناس اختارتي الدرسين اللي عندهم احتياجات خاصه لانه ظروف حياتي بتعمل مني انسانه سيئه يمكن فاخترت هذا التخصص عشان يعمل مني شخص منيح من كثر الضغط شو قصدك يعني. يعني من كثر الضغط اللي انا شفته آه. بحياتي ومن كثر الاشياء اللي انا مثلا مريت فيها والصعوبات والتحديات وانا واقفه لحالي فكنت خايفه على حالي انفجر بشيء ويعني واطلع مني شخصيه سيئه جدا اه لقيت انه انا هاي اكثر شغله ممكن تنزل نفسي آه. وتكسر نفسي وتخليني انسانه طبيعيه وبسيطه وعاديه وبسيطه آه. واقدر انه انا أتماشي يعني يضل الجانب الحسي موجود وبحبهم بح انا بحب بحب شعور انه انا بحتويهم يمكن انا كنت بحاجتهم بهاي الفتره لانه هم منضاف. بيور صحيح فانت وحو... اللي بحاجه هذا الحضور مش براءتهم هم... ما يكذبوا ما يسرقوا ما, ي... ما ي... م... م... مش منافقين لما تمرين بالايام الصعبه متكئبه تكونين او حاسه هيك يعني ليش انا هيك مسكينه على حالك يعني شو تسوين انا ترفعين نفسيتك ما بجلد الذات أه يعني انا بحكي الواحد بكفيه الاشياء اللي بيكون فيها فما فما يجلد الذات وما يحكي انا ليش وكذا وما هو رب العالمين لو مش شايف عندك هاي الطاقه ما حملك هاي المسؤوليه صحيح صحيح فالحمد لله بالعكس اصلا يعني دائما كل شيء صعب بيكون في وراء شيء حلو صحيح طب انت تضحك من كل قلب تغنين من كل القلب, من كل القلب. اه وطلعتي اه وتواجهتي يعني المجتمع لانه انتقدوكي شنو هاي محجبة مش حجاب تقليدي كمان مش حجاب يعني في حجاب وحجاب يعني حجاب تقليدي ورحتي على الفويس شو الانتقادات اللي جتيلك لك يو كثير على ايش انه الصوت عوره للمراه او الصوت حرام او هيك شيء يعني بيحكوا من باب الدين والسياسة وكثير قصص على مطربة محجبة تدخل ذا دب بويس أيه. يعني تنقبل ويلفوا لها الكوتش المدربين و... أوكي صح أنا كنت متخوفة من فكرة أنه الحجاب يظلم موضوع أنه أنا صوتي أكثر من هاي الفكرة ما خطر على بالي ما كنت مفكرة الناس تظلمني ها أنت كنت خايفة أنه الحجاب رح يكون يميز بدك. يعني كنت خايفه مثلا انه يرفضوا هاي الموهبه الكبيره بسبب موضوع الحجاب م. لما رحت ولفوا لي انتهى هذا الخوف كله وخلص بلشوا هم يحطوا ام بي سي ذا صفحه صفحاتنا على السوشيال ميديا احنا كناس مقبولين بالبرنامج وبلشت الناس تهاجم تعرفي كميه العالم لما تدخل يعني يقتحموك يعني بداخل صفحتك نداء شراره تهدد الدين الاسلامي وتسيء للحجاب يعني برايك انت شو تجاوبيهم لما يقولون هيك انا ما بجاوب انا بحكي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وانا قدمت موهبتي بطريقه ملتزمه لم انا ما لم اخدش الحجاب ولا واحد بالمية بالعكس انا محافظه عليه وهو محافظ علي بعدين انا لبسته عن قناعتي يعني انا مثلا اهلي ما اجوا قالوا لي هلا بدك تحطيه على راسي بالعكس انا يمكن اكثر وحده تاخرت على ما لبست الحجاب بس فاذا في, في يوم من الايام قررتي مثلا انه انا خلص ما اريد البس الحجاب هلأ راح تسوي له وتقولين انه هذا لا جزء من لا ابدا انا ولا مره فكرت انا اللحظه اللي فكرت فيها انه انا لما رجعت من البرنامج كان اول مره بشوف شعري حلو اول ما حسيت انه نفسي راح تكسرني قصيت شعري فما عاد اشي يكسرني وما عاد اشي يوقفني وما عاد اشي ي... ي... يوقف بطريقي الحمد لله عم بثبت وجودي بالساحة بالطريقة اللي طليق فيها صح خطواتي أصعب ولكن السلحفاة وصلت بالآخر بس صحيح السلحفاة توصل توصل وصلت. شو أكبر نصيحة تطيها للشابات العربيات اللي يريدون يحلمون بيكونون ناجحات وسعيدات ومشهورات يجوز شو نصيحتك لهم آه النصيحة اللي بقدم لهم إياها أنه دائما أنت ك... كست أمني بنفسك داخل كل إنسان قدرات مكنونة وطاقات هو لا يدركها أحيانا إحنا بنحبطها بالكلام اللي بنسمعه لحالنا أنه أنا ما بقدر أنا مش قادرة أنا تعبت أنا كذا لا دائما واقفة على المراية وإحكي أنا بقدر رسالتك للرجال حبونا <applause> والله إيه حياتنا آه. حبونا واليوم طبعا يعني اكيد بتشوفي يعني العمق مغيب للاسف بتمنى يعني بتمنى عليهم وبتمنى يعني مش يعني للنسبه اللي ما مع عم بتفكر بعمق لانه حياتنا صار بدها عمق في ظل المؤثرات في ظل التكنولوجيا في ظل كل شيء في ظل احنا صرنا بزمن المستباحات الاشياء السهله السلسه خليكم عميقين وفكروا بعمق لانه الاشياء المستهلك بدها تخلص بالنهايه صحيح صحيح كل شخص اللي هو بالشهرة يعني المواجهة بيشوفوه بالشاشة والأشياء الناس بس يشوفون الضحكة والابتسامة وهالأشياء بس ما بيشوفون المخاوف والشكوك ما هي مخاوفك مخاوفك وشكوكك في رهبة مميزة غريبة جديدة بتحسيها مع كل طلعة مثلا على المسرح في مثلا بخاف من المستقبل يمكن شوي ما يعني مش خايفة من من الإشي اللي كاتبه رب العالمين م. بس بخاف مثلا انه انا يعني اكبر وما اكون انا مثلا عامله الاشياء اللي انا بنفسي فيها او مثلا يعني انا هلا همي الوحيد اللي بالدنيا مثلا انه انا اول شيء اسعد اهلي وامن لهم حياه مستقره وحياه هانئه كل الحياه وهيك يعني كيف الواحد برتاح يعني من هاي الجهه والإشي الثاني اني انا يكون عندي بنوتة للزمن يعني أنا أتزوج وأخلف بنت للزمن أكيد هلأ مش مطروحة الفكرة بس هذا الإشي يعني هاي يعني خايف الفن ياخدني من هذا الحلم لأنه أنا بتمنى أكون أم لبنوتة ساعات كنت أخاف من الأسانسير مثلا فوقفت بالأسانسير و اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع اه انا بتواجهي اللي تخافين منه يعني ما بحس انه انا بدي اواجه المخاوف قد ما انه انا ما افكر فيها اصلا اه اوكي ما تخليها لما تجي الفكره يعني فكره امسحيها يعني... اه لا ما بدي افكر فيها يلا اوكي احسن نصيحه اغنيه عندي اجتماعات خليجية عراقية اعطيني هل... اللي تريدي يع... الحين ده انطيك اللي قولوا لا 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 يتجاهل انا ما اجي بالساهل ولو ما كان يستاهل بعاد أنا لو تبي تكسبني ومن نظرة بتعجبني خليك طيب وتكسبني ما اجيب عناد يجرحني بطباعه يبيني خاتم بصباعه قلبي وعيني ما ترضى بنفسه طماعة بنفسه الطماعة الله أكبر يجنن هاي أنا كاتبتها وملحنتها بالله أنت ملحنتها يا يعني أنا لما أسمعش تغنين كأنه أسمع أم كلثوم بغير طبعا صوت بس صوت ام كلثوم هيك نابع من يعني كل من روحها آه. ولما اسمعك تغنين اسمع روحك كانه يو you know. ما شاء الله الله يخليك يعني. موفقه ان شاء الله لي يا رب. ان شاء الله ودائما صوتك ان شاء الله يصير نداء <applause> نداء لكل النساء باذن الله <applause>